في الصبح بنشرب قهوتنا، والظهر بنحلم فين بيتنا، وفي الليل بنكرر قصتنا. زي صحابنا، زي القعدة مع حوادتنا، زي الحزن السارق منا هنا غنوتنا. ما هو لازم نكرر ونكركر ونموت من الضحك. صباحكم سعادة، صباحكم ضحكة، صباحكم حياة، وحلقة جديدة وستين دقيقة حياة. وكالمعتاد هنرحب بالشيف غادة. نورتينا يا داليا. اهلا يا غادة. اهلا غادة. النهاردة هتعمل لنا كل سنة وانتم طيبين حلاوة المولد، واكيد هنرجع لها في الفقرة بتاعتها. وارحب بضيوفي في الاستوديو. محمد عاطف، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. محمد مغني مطرب. ايوه. ومعانا جورج تاتو، خبير التاتو والمايكرو بليدنج. ومعانا الموديل الممثلة الجميلة النجمة القادمة نورهان غازي. ربنا يخليك يا عم. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اهلا بيكي. هنبدا الحلقة النهاردة، واسمح لي ابدا معاك يا جورج. تحت امرك. الحقيقة الحواجب من اكتر الحاجات اللي بتظهر الوش او بتنوره. اكيد. وكتير مننا بيتفرج كده على التلفزيون، بيشوف نجمات السينما والاعلاميات والمنورين كده، وبنبقى عايزين نوصل لجمال الشكل ده. بدانا في حاجات كتير جدا، طبعا اهمها حاليا في الوقت الحالي المايكرو بليدنج. ممكن تعرفنا ايه هو المايكرو بليدنج؟ المايكرو بليدنج هو احدث تقنيه في الحواجب، اخر حاجه توصلنا لها يعني، هي والشادو. هي عباره عن رسم للشعر مش تلوين. الشعرايه بتبقى طبيعيه جدا، وكمان كثافه الشعرايه بتبقى رفيعه قوي، بتبقى انسيابيه، وبتبقى واخده شكل الشعرايه الطبيعيه. يعني لو جيتي تشوفي الشعرايه الطبيعيه وشعرايه المايكرو بليدنج المرسومه هتلاقيهم نفس الكثافه، مش زي كده مثلا. زي كده. الشرف ليا طبعا ان انا اعمل حواجب حضرتك. ميرسي. وكمان الوانها بتبقى طبيعيه، بتبقى قريبه للون الشعر الطبيعي. فهي احلى طبعا واحسن من التاتو القديم اللي كان بيبقى مليان الحاجب كله مالي لون، وكان يكون بعض الناس تشوفه تنتقده. ده حقيقة. او يبقى الوانه بتغير لان هو صبغه بتبقى تحت الجلد. لكن كمان المايكرولين مسته ان هو فترته قليله، يعني بيقعد 6 اشهر. فممكن تغيري كمان زي ما انت عايزه. اغير لون، اغير رسمه. تغيري الرسمه، تغيري اللون، مش بيأيدك في حاجه. وكمان شكله بيبان طبيعي، يعني اللي بيشوف كمان بيفتكر ان دي حواجبك الطبيعيه وهي كثيفه كده ومرصوصه جنب بعضيها. طب احنا بنخم الناس يا، لازم تعرف الناس يا جورج. الرجاله هم اساسي. طبيعي. نيجي لمحمد. نورتني يا محمد. اهلا بحضرتك. محمد، انا شخصيا سمعت صوتك اكتر من مره. تسلمين. وكنت بحضر حفلات انت بتغني فيها. فاجئتني، انا طبعا اول مره شفتك بتغني اتفاجئت. يا ترى انت بتغني بقالك كتير، وانا لسه مكتشفه ده قريب. لا، هو الحقيقه يعني احنا اسره فنيه. والدي عازف ناي، اخويا تحتيه عازف اورج، اخويا بتاع درمز عازف درمز، انا مطرب. وشربنا من بعض وشبعناها من بعض وتعلمناها من بعض. طبعا والدي طبعا اسسنا، علمنا يعني مقامات وركوز وسكك وحروف وحاجات. تعمق المزيكا عامة يعني. تعمق المزيكا. طيب احنا طبعا السبت الجاي ان شاء الله هيكون مولد النبي عليه الصلاه والسلام. كل سنه وكل اللي بيتفرجوا علينا طيبين، كل سنه ومصر طيبه. وبمناسبه مولد النبي، محضر لنا ايه نسمعه؟ ولاجل النبي. لاجل النبي. لاجل النبي. حاضر. نسمع بسرعه. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، لاجل النبي، تقبل صلاتي على النبي. لاجل النبي يا إله الكل، كل كل. لاجل النبي، لاجل النبي، انت عالم بيا كل كل. لاجل النبي، لاجل النبي، يظلموني انت شايف، يتهموني برضو عارف من عبادك
لك ايه حصل لي، انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي، انا حبيب سيدنا النبي تقبل صلاتي على النبي، لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، برنامجنا حلو والنبي لاجل النبي. عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وكل المشاهدين طيبين. واسمحوا لي اعرفكم بالموديل اللي قبلت تكون موديل النهارده، النجمة الصاعدة اللي هتكسر الدنيا في السينما، نورهان غازي. نورهان، استعدتي للتمثيل ازاي، ويا ترى اكتشفتي برضو موهبتك ازاي؟ بصي، اولا اهلا بيكي، واهلا بالناس الضيوف الجمال اللي قاعدين معانا، واهلا المشاهدين، واهلا بفريق برضو العمل اللي معانا. دلوقتي انا بقالي فترة كبيرة جدا، بقالي سنين يعني بحب التمثيل، ودي هواية بالنسبة لي، وبقالي كتير قوي بفكر ان انا اطلع فيها، بس كنت بفكر ازاي ان انا اطلع بشكل ان مش مجرد فكرة عندي وعايزة اطلع اديها، لا انا عايزة اتعلم يعني ايه مهنة التمثيل، لان دي مهنة حقيقي صعبة جدا، ومحتاجة مجهود، ومحتاجة نفسيا، ومحتاجة فكر، ومحتاجة حاجات كتيرة قوي. فلجأت لورش، اول حاجة كانت ورشة احمد تمام بالنسبة لي، ورشة تركويز مع اياد، ده المفروض اللي هو مدانا الورشه، يعني ما شاء الله، يعني دي من اكبر الورش الموجوده دلوقتي، خلصتها. وبعدين دخلت الورشه بتاعه النقابه، لان يعني هي دي المفروض بناخد يعني بنبقى نقابيين، لان انا مش خريجه تمثيل. مع الدكتور برضو الكبير محمد عبد الهادي، وطبعا دي تحت رعايه اشرف زكي. ودلوقتي ان شاء الله هتجه باذن الله باذن الله مع دكتور الكبير المخرج الكبير خالد جلال. الله، ان شاء الله باذن الله يا رب. دعوني خالد، بنوجه لك تحيه. خالد، انا شخصيا اخرج لي مسرحيه في مسرح الجامعه، فخالد فنان جميل جدا صراحه. خالد جداً. من الناس اللي كان بادئ بدايه مختلفه وقويه، يعني هو المركز بتاعه اسمه مركز الابداع، وهو فعلا مبدع. على اسم مسمى هو يعني كل الابداع صراحه. الفين سلام وتحيه للمخرج الجميل خالد جلال. بس ودلوقتي عملت برنامج عن التغذيه، هيتذاع قريب ان شاء الله على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. اول خطوه كانت برنامج التغذيه. انا عايزه الاهم، انت بتصوري دلوقتي؟ بصور مسلسل هيتعرض قريب ان شاء الله، فيعني خليها مفاجاه، بلاش نقول اسمه، يعني بلاش خليها مفاجاه دلوقتي، بس هو هيتعرض ان شاء الله في النهار باذن الله، ان شاء الله قناه النهار، وان شاء الله هحضر فيلم قريب باذن الله بدايه السنه الجديده ان شاء الله، ومسلسل. كل التوفيق للنجمه القادمه نورهان غازي، نتمنى لك يا رب كل حاجه. جورج، واحنا كده بنشتغل عشان وقت الحلقه، على حواجب نورهان عشان نوري الساده المشاهدين، هسالك وانت مع نورهان، وهرجع لمحمد عشان اساله سؤال. ممكن تقوم تشوف نورهان. محمد، اتفضلي. قول لي بقى، انت ايه خطتك الجايه، او انت ايه اللي بتحلم بيه، او بتفكر محمد الخطوه الجايه لازم يكون فين؟ هو طبعا مفيش حد يعني بيحب ان هو يفضل في مكانه، طبعا لازم يبقى في تطور، لازم يبقى في حركه وبسرعه. فطبعا يعني الحمد لله في كذا حاجه احنا عملناها واشتغلناها، وعملت حاجه اسمها محمد عاطف او حاجه في الافراح الشعبي عامه، اللون الشعبي ده الجميل ده، اسمها طرب شعبي حقيقي. يعني بعيد عن اخواتنا طبعا، اي حد بيغني في اي مجال تاني. هو الطرب الشعبي نوع من انواع الغناء الجميله. بالظبط، لما بنغني شعبي صح. بالظبط. وعندنا امثال كبيره، الجميل عدويه البابا ده طبعا، عبد الحليم كان بيقف يسقف له يعني. عمنا طبعا طبعا طبعا. طيب انت في خطتك يا محمد، ان انت عايز تعمل ألبوم ولا مكتفي؟ ان شاء الله يعني الفتره الجايه بجهز الالبوم ان شاء الله جديد. الله، اكسكلوسيف ل 60 دقيقه حياه. محمد عاطف بيعلن
عن تجهيز الالبوم الجاي بيه. وفي يعني انا هقول حرقته بس اهو الحمد لله برضو يمكن حاجه. طب حته من الالبوم يا محمد اكسكلوزيف لينا. طبعا يا نايا حاضر. طيب اتفضل. هي اسمها مش هرجع تاني اغنيه لسه عاملها. والحمد لله لقيت يعني عدد كبير قوي من المشاهدين واصحابي بصراحه يعني. نسمع. لما انت من البداية مش معايا ومش عليا قلبك بجرح راضي وعنده عادي دموع عينيا شايف في عينيك اهاتي مالت حياتي كل ثانية حيرت قلبي ليه ولعبت بيه ولعبت بيا لو جيت لي كل يوم بإيديك ماسك النجوم لو جيت لي كل يوم بإيديك ماسك النجوم مش هرجع تاني وأقول عاد ولا هسمع أي كلام فاضي وأقبل أموت وأقول أنا راضي ولا هرضى بجرحي مرضاش بيا. الله ان شاء الله مع انه رضي يا عم. لا مش عايزه خلاص بقى. خلاص بقى خلاص بقى. جورجي احنا ممكن تقولي كده احنا الاول بعد فتره التخدير المفروض ان احنا حضرنا الحواجب. بنظبط الاول المقاسات بتاعه الحاجب. هي ما شاء الله حواجبها الطبيعيه واخده الرسمه اللي هي عايزه ترسمها يعني مش هتغير في الشكل. ويفضل في المايكرو بليدنج ان انت ما تغيريش كتير شكل الحواجب علشان الشعر اللي يترسم ما يبقاش فارق عن الشعر الطبيعي. فبناخد بس المقاسات يعني نظبط الحاجب باليمين على الشمال. اللي هي بدايه الحاجب واعلى حته في الحاجب اللي هي الثمانيه والديل. نظبط الناحيه اليمين قد الناحيه الشمال علشان بعد كده لما نشتغل يبقى الحاجبين نفس المقاس. يعني احنا اول مرحله من مراحل المايكرو بليدنج ان احنا بنعمل التخدير بعد كده ناخد المقاسات وبعدين ناخد المقاسات في المايكرو بيلدينج وكمان في التاتو العادي يعني لازم المقاسات علشان الحاجبين يطلعوا قد بعض. بس احنا دلوقتي بيفضل تقنيه المايكرو بليدنج علشان هو دلوقتي هو المفضل وكمان عندنا في الـ في الـ في البلاد العربيه في مصر وفي كل البلاد العربيه لان في عندنا حته التاتو حرام. فالمايكرو بليدنج هو اللي طلع منه اللي هو بره طبقه الجلد ما بيخشش جوه الجلد وطالما بيتعمل على من بره يبقى ما فيش اي حرمانيه. فعشان كده عندنا في مصر بقى مطلوب اكتر من الانواع التاتو الثانيه. دي حقيقه. احنا كده بناخد المقاس اول حاجه بدايه الحاجب يبقوا الاثنين قصاد بعض. وبناخد مقاس اعلى حته في الحاجب. طبعا الحواجب معروفه ان هي زي كفه الميزان لازم الناحيه اليمين تبقى زي الناحيه الشمال. هو ليه طبعا بجد ده سؤال ليه دايما التاني. دايما بيبقى فيه حاجب فارق يعني ليه؟ هو مش الحاجب بس هو جسم الانسان كله الناحيه اليمين فارقه عن الناحيه الشمال من ضمنها الحواجب لازم هي بتبقى فرق حاجه بسيطه خالص. وكمان بيبقى شكلها طبيعي حتى لو الفرق ده موجود بيبقى الحواجب شكلها طبيعيه بتبقى مديه كمان شكل طبيعي للبصه نفسها. بس احيانا بيكون الفرق ملحوظ يا جورج. في طبعا بعض الحالات بيبقى الفرق ملحوظ وفرق كبير. ايوه ده بيبقى شويه بيستدعي تغيير في الحواجب نفسها ان احنا علشان نصلح الحاجب ده بنحتاج ان احنا نشيل الحاجب نفسه كله. في بعض الحالات يعني مش كلها. محمد انت قلت لي انت من عائله فنيه وان انت بتجهز البوم. طيب هو السؤال اللي بنساله تقريبا لمعظم المطربين او لمعظم الفنانين انت اكتشفت موهبتك لانك او لانك بالطبع من عيله فنيه ولا لا؟ هو انا وانا في المدرسه كان عندي مستر بيدرس لي كيمياء وهو اكتشف هو يعني بعيد عن المجال خالص وانا كنت بقرا توشيح وبحب اقرا توشيح الله فكان والدي بيعلمها لي برضه فهو اكتشف فيا دي وهو كان بيحب عبد الحليم فلاني بغني له عبد الحليم بقيت عنده رقم حاجه جميله عنده محمد قلت له انت شايفني كويس يعني في حاجه زي كده فطبعا ابويا عازف فانا رحت لبابا قلت له انا عايز يعني اخش المجال ما اهتمش قوي في الاول فبعد كده قلت له خد صدقني انا شايف ان في حاجه يعني اسمع مني انا صوتي حلو يا بابا
طبعا فين وفين، لان هو بيحب يسمع جدا ومش اي حد يقعد يسمع له. ف قال انا ما جد انت جامد ما لكش حل، انت ما كنتش واخد بالي فعلا. فبدا بقى يدربني يعلمني، والله والله العظيم بجد تعب معايا ووصلني لحاجه انا كنت مرتاح ان انا لما اوصل لدرجه معينه ابقى واصلها وانا مرتاح. يعني احنا اللي اكتشف موهبتك استاذ الكيمياء لو تحب مستر محمد زكي. مستر محمد زكي اللي اكتشف موهبه محمد عاطف. ايوه. وبعد كده توجهت بيها لبابا، وبابا ما كانش مصدق ان انت اصلا بتغني. لا لا انت كنت تقريبا في سن قد ايه يا عاطف في الوقت ده؟ خمسه ابتدائي. خمسه ابتدائي. يعني انت بتغني من وانت في خمسه ابتدائي الى الان؟ اه. اول ما غنيت غنيت لعب حليم، وبعد كده حبيت بقى اللون الشعبي او اتربيت فيه. اه. الحسين فيه. والمعز ودنيا هناك. اه وكلت السحيمي. وكلت السحيمي. حاجه مشرفه طبعا. دفعوا فلوس الاعلان عشان الاسم الوكاله. هي بتعمل حاجات جميله بصراحه، والتراث الشعبي الاصيل طبعا في منطقه حي الجماليه دي طبعا من بلاد بنت المعز. اه. بنت المعز. الجمال والسحر والتاريخ. آه. انا شخصيا يعني بيجي لي حاله من الراحه النفسيه. أيوة. والهدوء النفسي. أيوة. وانا في قاهره المعز. قاهره المعز، حي الجماليه وباب الشعريه والحسين والغوريه. اه. ايه الجمال ده؟ راحه، وفي نفس الوقت هي اسمها الجماليه عشان جمالها حقيقي. اه. احنا عايزينك تقول لنا الحته دي، ليه تسمى حي الجماليه بالجماليه؟ لا. احنا في ناس كانت بتقول علشان الجمال، وناس بتقول، انت قلت لنا حاجه مختلفه تماما. لا لا لا، هو مكان اصلا يعني عباره عن تحف تحف، وعايز اقول لحضرتك ان في لوحات تترسم، لوحات عالميه جدا وغاليه جدا، بتيجي اصلا بتتعرض في شارع المعز. اه. وفي من ارقى الفنانين بيبقوا في شارع المعز، والمكان كله عباره عن تراث. التراث كل حجر فيه بتاريخه، وكل تاريخ فيه بيحكي عن نفسه. الله. فجمال المكان اللي طبعا لشعبه طبعا ولغته، ليهم لغه جميله جدا. اه. الحياه الشعبيه عامه يعني، الراحه النفسيه، ولاد البلد، الاسلوب، المشربيات والازقه. آه. والبيوت اللي بالحجاره. الهندسه طبعا. آه. الهندسه المعماريه رهيبه رهيبه، بكل حاجه انت تحسيها وانت في المكان حقيقي يعني. آه. وده اللي محببني ان انا مستمر في المكان وما سيبوش، وبعمل حفلات، وطبعا ببقى موجود. آه. لهم حاجه بتبقى مشرفه ليا ولمصر. آه. ان انت كل اللي عندك جاي لك يحضر الحفلات انترناشونال. آه. من مصر وبره مصر، وطبعا اخواتنا عرب بيبقوا موجودين. والاجانب قد ايه، انا لما بكون في المعز او في الحسين قد ايه الانبهار اللي بيبقى بكل حجر، يعني هم قد ايه مقدرين قيمه ده. اه طبعا. طب ما دعوه كده يا محمد مني ومنك وكل الناس اللي بتتفرج علينا، ما تيجوا كده ننشط السياحه في بلدنا ونبدا من النهارده. يا ريت والله. وكلنا حي الحسين والجماليه والغوريه، مش محتاج مننا فلوس كتير يعني. لا خالص، وما فيش اي فلوس، ده هو عايزك تنزلي تستمتعي بالمكان، هو عايزك تشوفي. احنا لو مشينا في شارع المعز بس، ما هي ماشي، هي العاصمه. اه. الجماليه. اه. شارع المعز، قاهره الله المعز الفاطمي، هي العاصمة. بنت المعز القاهرة. هي العاصمة. السحر، الجمال. طبعا طبعا. شعبها اهلها ناس طيبين جدا. اه. تعاملوا معاكي يقول لك احنا ما فيش حد عندي اسمه عاطل او حد اسمه قاعد في الشغل، احنا كل شبابنا هنا بيشتغلوا. الله. احنا ما بنسالش ولا لا، احنا شغالين المكان هنا، عاملين لنا فرص شغل، مخلينا مرتاحين. اه. ده حقيقي شباب الجماليه، ده حقيقي. الله. الله. وأهلها. يا رب كل الاحياء تبقى زي حي الجماليه ما فيهاش شباب عاطل. لا لا، دعوه لا بقى لا. يا محمد، طب هتبقى عايزه لها حلقات كتير. هسيبك وعايزه اسال جورج كده سؤال. يا جورج. طبعا اللعب في الوش ما فيهوش معلش. دي كلها صحيحه. اه. اللعب في الوش ما فيهوش معلش. طيب انت تنصح الناس ازاي يختاروا، او ايه هي السيفتي في المايكرو بليدنج، او ازاي اختار حد يعمل لي صح؟ يعني لاني في خوف من تلوث لا قدر الله، في خوف من اي مكروه يسيب الوش، فايه هي طبعا اول حاجه لما تعملي تاتو عامه
لازم تختاري المكان كويس. يعني لما تروحي عند حد لازم تكوني شفتي شغله قبل كده. على النت ممكن تكوني شفتي صور. لو الصور مش هتبين قوي ممكن تشوفي الكومنتات على الشغل بتاعه. من الكومنتات هتوصلي للكلاينت اللي عمله عنده وهم يبقوا حقيقيين ولا يبقوا فيك. فلو وصلتي للكلاينت وشفتي فعلا النتيجه بعد التاتو تبقى انت كده واثقه. كمان لما تروحي تعملي تتاكدي ان الماتيريال كلها بتبقى وان تايم يوز، بتستخدم مره واحده، والنيدل بتاعتك اللي هتشتغلي بيها بتتفتح قدامك، وكل الحاجات دي بتطمنك. لان يبقى احنا بس هنقول للساده المشاهدين، النيدل الابره اللي هيشتغل بيها بتتفتح قدامك، بتستخدميها لمره واحده، بتترمي بعد ما تخلصي، لاني ما ينفعش نحط اي حاجه بتلمس الجسم، ما ينفعش تستخدم من شخص للتاني. فلازم تبقى بتستخدم مره واحده. وكمان المتخصص اللي بيشتغل لازم كمان يكون لابس جلافز، ويكون في سبيس، مسافه بينه وبين الكلاينت. طبعا احنا مالينا الفراغات بتاعه الحاجب. الشكل اللي شايفينه دلوقتي طبعا ده بيبقى شكل بعد ما بنملى الفراغات. لازم نحط طبقه من اللون على الشعرات اللي احنا رسمناها، علشان احنا فاتحين الطبقه الخارجيه من الجلد بتشرب اللون ده وبتعمل شكل الخطوط الرفيعه اللي احنا عايزينها. طبعا هو ده مش هيبقى الشكل النهائي، عشان بس ما تقلقيش. انا برضو اتخضيت لما عملت وقلت له انا بقيت عامله زي ظريفه. لكن هو بعد ما بيتمسح هتلاقيه كله تمام، ما تقلقيش. لا يا استاذه بتخوفك من حاجه. محمد ما سمعنا حاجه ولا ايه؟ انت جاي تغني ولا جاي تتكلم بقى؟ انا جاي اقول اغني كل حاجه. هتسمعنا ورده؟ الله، ايه رايكم؟ لينا مع بعضينا كده. مش طب يلا مع بعض. ليالينا ليالينا وتاهت بينا، ليالينا 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 تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا هنرسى نرسى عالمينا، وتاهت بينا تاهت ليالينا ليالينا، وقلنا هنرسى نرسى عالمينا، نشينا وودينا من غير أغانينا ولا حد بيسأل فينا، نشينا وودينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا، وتاري الدنيا غدارة غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة. والله وجيتي علينا يا دنيا، جيتي علينا علينا يا دنيا، وجيتي كتير على ناس قبلينا. الله يا محمد. شكرا. الله. جورج انا عارفه ان انت دلوقتي في حته. الله ما شاء الله. حلوه قوي. عايزين نجيب الكاميرا على وش نورهان كده. احنا خلصنا اول طبقه. دي الطبقه الثانيه اللي هي بنملى بيها الفراغات، بس يعتبر كده المايكرو بيدي بالنسبه لها بيتفنش. الله الله. طب تفتكر يا جورج هيبقى في حاجه اعلى من المايكرو بليدنج بعد كده هتتعمل؟ طبعا طبعا. الدنيا طول الوقت في تطور، وخصوصا مجال التجميل كل يوم بتطلع حاجه، وفي حاجات كمان طلعت لسه ما وصلتش عندنا. احنا عندنا يعني الحاجه بتوصل شويه متاخر. يعني المايكرو بليدنج المفروض ان هو بقاله حوالي 15 20 سنه، احنا يعني جه عندنا مصر بس انتشر في اخر 5 سنين بالزبط. بس هو فطبعا في حاجات في اوريدي دلوقتي. الشيد بيتعمل مجرد ياخد شادو بس، تظليل ما يبقاش ولا شعر ولا تلوين، مجرد واخد تظليل بس.
برضه لسه يعني عندنا، علشان عندنا الجو ما بينفعش معايا الشيد، لان الشيد بيبقى خفيف شويه، واحنا كمان عندنا بنحب الالوان تبقى واضحه، ما بنحبش الحاجات الخفيفه، فيمكن لسه الشيد يمشي شويه ورا اكتر من اللي. يعني الشيد لسه ما انتشرش قوي في مصر، اللي هو بيتعمل مع المايكرو بليدنج. في ناس بتفضل تعمل جزء من الحواجب تعمل لها، بتعمل هير باي هير، ترسم شعر والجزء الباقي تعمله تظليل، تدي له ظل بس، ما يبقاش داخل يعني داخل لسه، بس مش كل الحواجب. الله. طب بعيدا بقى عن الرسم الحواجب والمايكرو بليدنج، انت في حاجه برضو للعين اللي هو الايلاينر الثابت. الثابت ده عباره عن ايه بقى يا جورج؟ هو عباره عن ايلاينر زي الايلاينر العادي اللي بيترسم، بس بيبقى ثابت. في ناس كتير بتبقى متعوده ان هي ترسم عينيها يوميا كل يوم، والناس ما بتشوفهاش غير وهي راسمه عينيها، فبقت دي بالنسبه لها حاجه ثابته. طبعا مع الجو اللون اللي بيترسم ممكن بعد شويه يعمل هاله سودا حوالين العين، ممكن ما يبقاش مظبوط، يمكن الصبح اول ما بيرسم بيبقى مظبوط، ممكن بعد شويه تلاقيه شويه اللون اتجمع في حتت ما بقاش مظبوط، لكن الايلاينر اللي بيتعمل تاتو بيبقى مظبوط اكتر، بيبقى شارب حاد، بيبقى اللون بتاعه ثابت، فبالتالي اي وقت الصبح ظهر بالليل الرسمه موجوده ومكمله معاكي. طب لونه بيغير زي مثلا مايكرو بليدنج بعد فتره ولا؟ يعني انا بالنسبه لي انا مثلا في الكاميرا الايلاينر من اهم الحاجات اللي لازم احطها في عيني. طبعا ما فيش غنى عن الميك اب المؤقت اللي بتعمليه في المناسبات وفي الوقت العادي، لكن في الوقت اللي انت مش حاطه فيه ميك اب، الوقت الصبحيه، الوقت البحر، او ما بيبقاش فيه ميك اب، لو في رسمه الايلانر البسيطه بتدي الاحساس الطبيعي. اللون ما بيغيرش. وكمان الايلاينر ميزته ان هو بيقعد وقت طويل، يعني التاتو عاده بيقعد من سنتين لاربع سنين، الايلاينر بيكمل ممكن خمس ست سبع سنين مكمل فعلا؟ يعني انا افضل بنفس الرسمه اربع سنين ما غيرها؟ لما بتعملي ايلاينر بيفضل ان انت ما تعمليش رسمه، بيفضل ان انت تحددي بس العين، سواء من فوق او ديب لاينر من تحت، لكن ما تعمليش رسمه، ما تطلعيش بوينجز طويله، عشان ما تقيديش نفسك لانه بيقعد فتره طويله. تمام تمام تمام. احنا هنسيب جورج بيشتغل مع نورهان، ومحمد عايزين حاجه في دقيقه كده تختم لنا بيها، وانا هختار اغنيه ماشي انا بحبها اكيد عرفت. اما براو ايه خبر علشان هناخد فاصل والضيوف هيفضلوا معانا في الاستوديو يتفرجوا على الحلويات. يلا حاضر. اما براوه اما براوه براوة ما براوة دور حبيبي تراوة آخر تراوة أما براوة براوة ما براوة دور حبيبي تراوة آخر براوة قلت حبيبي عطشان يا ما لا لا حلو ولا لا زوال احنا بالراحة كده يا ناس لوموني لوموني لا ترحموني احب لوم العوازل ولا يلوموني يا ناس لوموني لوموني لا ترحموني أحب لوم العوازل ولا يلوموني وأنا وحبيبي يا عيني حلو حلاوة أما براوة براوة على الشقاوة. هناخد فاصل وهنرجع لكم، هيبقى معانا جورج في الاستوديو ومحمد في الاستوديو، وهنروح للشيف غادة بعد الفاصل عشان نشوف احلى حلاوة مولد. صباحكم سعادة، استنونا ما تروحوش في حتة، راجعين.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وكالمعتاد هنروح للشيف غادة واللي عامله لنا النهارده احلى حلويات مولد لكل ست في البيت. اسمحوا لي كده اتنقل معاكم للشيف غادة علشان انا شايفه الحلويات وقلبي الضعيف لا يتحمل. صباح الخير يا شيف غادة. صباح النور. ازيك؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ منورانا كالمعتاد. ربنا يخليك يا انا شامه سمسم وحركات وحلويات. احنا النهارده عامله لنا شايفه عامله ملبن ابيض وملبن احمر. الله. بصي الملبن الاحمر بنفس الطريقه، بس الاحمر بحط عليه لون وبحط عليه مكسرات. طبعا اول حاجه في الملبن بحط كوبايه ونص ميه اهو، عليهم 4 معالق جيلاتين كبار، عليهم 3 معالق نشا، وعليهم بقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده بقى بنزل باللون وابتدي ان انا ايه احط السوداني، بحمصه طبعا الاول. وزي ما انت شايفه كده بحطه في صينيه. يبرد بقى اسيبه، اي المفروض يتحط في التلاجة. يعني احنا الملبن بعد اذنك يا محمد بيبقى معمول في صينيه كده لحد ما يجمد. بيتحط في التلاجة. ممكن يقعد قبلها بيوم، ويعني يفضل قبلها بيوم. قبلها بيوم قبل ما اقطعه. يعني احنا الملبن المقادير اللي انت قلتي عليها كوبايه ونص ميه اهي، بيتحط بيتعمل في صينيه كده. عن اذنك يا شيف غدا بس تقولي كده. عشان بدهن طبعا الصينيه زيت. بدهن الصينيه زيت وبحط عليها ال طيب ونسيبه قبلها بيوم في التلاجة لحد ما يجمد، وبعدين نبتدي نقطعه زي اللي احنا مقدمينه كده اي حجم احنا عايزينه. بالظبط كده. طب احنا دلوقتي دلوقتي بقى السمسميه والفوليه نفس الطريقه برضو. بجيب معلقتين ميه كبيره بحطهم على النار، واحط نص كوبايه سكر، ونص كوبايه نص كوبايه سكر، ونص كوبايه عسل جلوكوز. عسل جلوكوز ده ايه بقى؟ عباره عن ايه يا غدا؟ هو انا بجيبه هو برطمان من عند الناس اللي بيبيعوا خامات الحلويات ب 10 جنيه مش غالي. بس ايه لا غنى عنه في حلويات كتير. عسل جلوكوز يعني من اهم المكونات اللي في الحلاوه حلويات المولد، عسل جلوكوز. وفي المقادير نازله على الشاشه برضو، انا نسيت اقول ان في حوالي في عسل جلوكوز برضو نص كوبايه في الملبن. في الملبن. هو اللي بيخليه ايه يشد شويه كده. بس المهم ان انا ايه لما بحط في الفوليه والسمسميه بحط معلقتين الميه وبحط عليهم السكر وعسل الجلوكوز ونقطتين عصير ليمون. ونقطتين عصير ليمون. بسيبهم ان هم يعملوا زي شربات كده مع بعض، بس ايه بختبره بقى كل شويه. يعني بشوفه احط مثلا حبه في المعلقه على معلقه ميه فيها ميه ساقعه. المقادير نازله معانا على الشاشه، نص كوبايه ساقعه سوداني او سمسم. بلاقي الـ الـ العسل ده بيمط يبقى لسه. لكن لما الاقيها تتكسر يبقى كده خلاص احط السمسميه بتاعتي اديلها تقليبه بسرعه. مش العكس، انا كنت فاكره العكس. لا يعني لما يمط يبقى كده استوى. لا لما يمط ما احطش فيه ايه ما احطش فيه السمسم او السوداني او اي مكسرات طبعا. لكن هو انا مش قلت لك انا عايزه لوزيه وفستقيه؟ المره الجايه ماشي خلاص. انت مش قلتي عايزه حاجات موفره ومش عايزه حاجات غاليه في الحلقه؟ ماشي بس هاتي لي انا الغالي عادي هاكله. طبعا ايه بفرده، هو متعب طبعا، بدهن الكاونتر عندي زيت. وببتدي ايه ان انا بفرده بالنشابه. بالنشابه. بصي بيمسك على طول ازاي. وريني كده. بصي بيبقى عامل ازاي. مجرد ما بتمسكيه وبتقطعيه طبعا برضو في صوابع ساعتها بيبقى متعب جدا طبعا. انا شايفاكي يا عيني بتعفري والله معاناه. هو بيمسك على طول، ما هو العسل الجلوكوز بقى اللي بيخليه يمسك. بس زي ما انت شايفه كده يعني من غير عسل جلوكوز مش هيديني لا 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 مش هيديك النتيجه. وعلى فكره في ساعات يقولوا لك في طريقه بتتعمل بديل العسل الجلوكوز، لا الطريقه دي فاشله، مفيش بديل بيتعمل العسل الجلوكوز. انت قلتي لي فعلا انك جربتيها قبل ما تطلعي الحلقه علشان توفري على الناس، او لو ما حدش يعرف يجيب ال انا جربتها. لما بلاقي اي حاجه كده جديده بحاول ان انا اجربها. يعني عايزين تدوقوا حلويات المولد؟ لا طبعا يدوقوا. اكيد اكيد عايزين تدوقوا. هي متعبه جدا. طب مين بيحب السمسم ومين بيحب السوداني ولا ايه؟ بتحب السمسم. وجورج سوداني. ونور بعد الحلقه. حد عايز ملبن؟ لا حلو قوي.
اتفضل. ازيك وصام طيب. وانت طيب وانت طيب. كان مولد العذراء قريب برضو يا جورج يعني، بس انت ما جبتلناش حلاوه على فكره. تسلمي لي. زي ما انت شايفه بوستي. الله. ايه رايكم؟ ايه رايكم في ال، انا اتمنى ادوق واقول رايي على فكره. لا 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 انت لا انا عايزه سوداني على فكره. انت عايزه سوداني؟ اه لو سمحت. انت عايزه يا حبيبتي؟ لا تحفه يا شيف. انا حرمتك من حاجه؟ هشه هشه ومقرمشه جدا على فكره والله. على فكره والله العظيم الطريقه، طبعا حلويات المولد دلوقتي بقت غاليه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان هي موفره جدا في البيت عن الـ الـ الجاهز بكتير قوي 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 قوي. محمد ده وايه الكاميرا مان طلعان عينه معانا رايح جاي بالكاميرا ندوقه بقى. بس زي ما بقول لك كده، فطبعا زي ما شايفين الحاجه جميله ازاي، وحاجه ظريفه جدا ان انت تعملي حاجه زي دي في بيتك تقدميها لاولادك تبقي انت اللي عاملاها، فطبعا بيبقى حاجه تقريبا قد ايه يعني مثلا عشان كم اعمل الكميه دي كسمسم لا بصي الكميه اللي انا عملتها دلوقتي قدامك دي بنفس المقادير بتاعه الشاشه. اللي عايز طبعا بيزود بيضاعف المقادير زي ما هو عايز. طب انا اقصد الكميه دي بتكلفني تقريبا قد ايه فلوس يعني؟ بصي انا ما حسبتهاش بالظبط، بس طبعا موفره جدا بالنسبه لبره. احنا اقل كيلو حلاوه في المكان اللي مش ملوش اسم ب 60 جنيه تقريبا. لا ما انت هاني ما شفتش حاجه ب 60 جنيه دي. لا اقل المكان ملوش اسم، الشوادر اللي في الشارع دي. مش عارف ما شفتش. طب انا عايزه بس اسالك على حاجه يا شيخه. اتفضلي. بالنسبه للملبن بعد اذنك يا محمد معانا على الملبن، احنا ممكن نعمل الملبن الابيض ده مثلا برضه نحط فيه مكسرات او نحط فيه كده؟ ايوه ممكن بتحطيه في 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 حاجه زي كيس كده. بتفرديه وبتحطي فيه واعن جمل. وبتسيبيه يبرد شويه وتروحي لفه عليه زي لفة بالراحه بالظبط زي ستريتش كده. تحطيه في الاستريتش. بس وتفضلي بقى ايه بالراحه كده تحطيه في الثلاجه شويه وبعدين تلفيه. بيبقى تحفه برضو. بتقطعيه زي الملبن اللي بالعين الجمل بره اللي هو بيبقى بالحبل. بس يعني الملبن الحبل العين الجمل نفس المقادير دي. بس بتحطيها بتقطعي كيس ستريتش كده. وبتحطيه فيها وبتحطي فيه العين الجمل. انا ممكن ادوق؟ طبعا. ممكن نحطه لي بس عشان يبانوا. ايه تفتكري حلو؟ ايه رايك؟ ولا هو حلو؟ ايه رايك اللي انت شايفه حلو قوي؟ لا حلو. انا هدخل. انا الستايلست بره عماله تقولي شدي بطنك. يا رب تكون الحاجات عجبتكم يا رب ان شاء الله، وهنكمل الاسبوع الجاي على فكره. دلوقتي طعم حلو قوي بالهنا والشفا. طب مين هياكل الحاجات دي بعد البرنامج؟ والله كل الناس اللي شغاله معانا الحلوين اللي بيتعبوا معانا طبعا كلهم لازم يدوقوا منه. طب احنا ممكن نعمل برضو الحمص بنفس الطريقه؟ ايوه ايوه. انا بصي انا اخدت لك مثال. ما هو في بعد كده البندقيه اللي هي بالبندق. وفي اللي هي باللوز، وفي اللي بالعين الجمل. وفي الحمصيه. بس يعني الحاجات دي يفضل يعني تشتروها من اللي بيبيعوا خامات الحلويات. غير اللي بتتباع في اي مكان بره. هو حقيقه طعمها حلو جدا يا شيف غاده وميرسي ليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. معرفش الوقت بيخلص ليه بسرعه. الوقت الحلو دايما بيعدي بسرعه. ده بجد. بنشكر طبعا ضيوفنا اللي في الاستوديو، محمد عاطف، جورج تاتو، والنجمه السعيده نورهان. ويا ريت نشوف شكل الحواجب كده بقى عامل ازاي. الله يا نورهان. الله. شكرا يا جورج ليك. العفو يا فندم. تحبوا تقولوا حاجه في اخر الحلقه؟ انا احب اضيف حاجه. اولا شكرا لجورج تاتو بجد حلوين شفتهم على الشاشه. وطبعا اشكر المغني الجميل الاستاذ محمد عاطف. وعايزه بقى شكر مخصوص كده للاعلاميه الجميله داليا غازي. حبيبتي طبعا اشكر الشيف غايده بس الاعلاميه الجميله داليا غازي بجد. ميرسي جدا ليكي، وانا تشرفت جدا بوجودي في البرنامج معاكم. نورتينا. والتيم الجميل اللي معانا فريق العمل. وبجد بجد ميرسي يا داليا، وان شاء الله ان شاء الله بالف توفيق باذن الله. ميرسي يا نورهان، وميرسي لقبولك دعوه ان انت تكوني موديل. ميرسي لجورج تاتو. ميرسي لمحمد عاطف. والفين سلام وتحيه للشيف غاده اللي هتاكلنا حلاوه المولد النهارده. كل مره
انا بضخم بسببك على فكره. ميرسي ليكم كلكم والله يا جماعه، يعني يا رب تكون حاجه بتعجبكم، وان شاء الله كل مره يكون احسن واحسن باذن الله. ميرسي يا غاده، ميرسي لكل فريق العمل في الاستوديو اللي قدام الكاميرا واللي ورا الكاميرا، الحقيقه دايما مساعديننا ومطلعين عينيهم. يعني محمد رايح جايب الكاميرا بسببي، مفيش مذيعه بتغلبك كده. ممكن بس نوجه لهم الشكر بس حقيقي. اتفضل يعني يا محمد وجه لهم الشكر. بجد تسلموا يا رب وقويكم، وحقيقي كل سنه وانتم طيبين ودايما في نجاح مزدهر ومتفوق لتفوق. استاذه داليا ميرسي يا محمد، ربنا يفوقك يا رب وتبقي احسن واحسن ان شاء الله. توفيق. استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من 60 دقيقه حياه، والشيف غاده هتكون محضره لنا حاجات تانية اكتر مفاجاه. وطبعا احنا بنعتذر لكم لان الاسبوع اللي فات انا كان صوتي رايح وكنت عيانه ووحشتونا كتير، ويعني كانت غاده عامله الحاجات دي الاسبوع اللي فات وما طلعتش بيها بسببي وعملتها تاني. هتوحشونا غاده، قولي للناس حاجه. استنونا الاسبوع الجاي في حاجات تانية جديده وحاجات اجمل باذن الله مع داليا غازي وغادة عادل و 60 دقيقة 60 دقيقة حياة. والعمر ايه غير دقايق، والدقايق ايه غير حياة. مساكم سعادة.